بمشاركة عشرات أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية انطلقت حملة قدرات بوليتكنيك للتوظيف في نسختها السادسة، والتي تقيمها جامعة البوليتكنيك سنوياً. جاءت هذا العام تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان. طبعاً بالنسبة إلى تواصلنا مع المؤسسات، كنا في البداية نحصل بس عدد قليل بسيط جداً من الشركات اللي يساهمون معنا. أول مرة عقدناها كان العدد بسيط، يمكن لا يتعدى 15 شركة، بس الآن إلى اليوم إذا بننظر إليها وصلنا إلى فوق 50 شركة. هم عجبتهم الفكرة بخصوص اللهو، أن الطالب يطلع على الستيج وأنه يشوفون مهاراته مباشر بشكل مباشر يعني، بالإضافة إلى أنه بعد الستيج بإمكانهم أنه يقابلون الخريجين بشكل مباشر أيضا، يتعرفون على شنو الإنجازات اللي حققها الأكاديمية الوظيفية وغيرها. بعد من الأفكار الإبداعية اللي احنا طبقناها خلال هاي الفعالية، ان احنا لغينا السي في. الخريجين ما يقدمون سيفياتهم إلى أصحاب العمل، يقدمون إليهم بزنس كارد. كل طالب عنده بزنس كارد يقدمه إلى صاحب العمل، وهذا البزنس كارد يحتوي على كيو آر كود، بإمكان صاحب العمل أنه يسوي سكان للكيو آر يأخذه على البورتفوليو إلى الخريج نفسه، ويقدر يشوف كل الإنجازات اللي حققها الطالب. تهدف هذه الفعالية إلى خلق حلقة وصل بين أرباب العمل والطلبة الباحثين عن فرص وظيفية، مما يتيح للطالب تسويق مهاراته إلى أصحاب العمل، والذي يقومون بدورهم باختيار الأفضل والأنسب لهم. الهدف من تواجدنا في هذه الفعالية فرصة أن احنا نتعرف على الطاقات الموجودة من الطلبة اللي توهم مقبلين على سوق العمل، نختار الكفاءات منهم. وطبعا شركة أريمة مو أول مرة تتعامل مع بوليتكنيك، يعني في السنوات الأخيرة استقطبت كفاءات من ناحية التدريب ووظفت بعضهم، فهي فرصة عشان نتعرف على الموجود حاليا في السوق. حيث أتيح لكل طالب مشارك تقديم نفسه خلال مدة لا تتجاوز 3 دقائق، يعرض فيها قدراته الإبداعية ومهاراته المميزة عن غيره. الهدف من هاي الايفنت اللي مسوينه الجامعة، وهم يسوونه كل سنة بشكل سنوي، ان يعطونا الفرصة بحيث الشركات اللي برا تقابل طلبة بوليتكنيك، تشوف مواهبهم، تشوف السكيلز اللي عندهم. فكانت فرصة وايد حلوة عطوني اياها الجامعة، ان انا اقف على الستيج قدام الشركات وقدام الوزير، وكانت فرصة وايد جميلة ان انا اتكلم عن قدراتي واعرفهم ان كوني بنية في مجال الهندسة شنو ممكن other skills يكون عندي عشان I get a job as soon as possible ونخدم البحرين بصورة ممتازة. في سعيه لدعم إنتاج الطلبة الإذاعي والتلفزيوني، أقام قسم الأعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين معرض برامجنا بنسخته الأولى، وذلك برعاية عميد كلية الآداب الدكتور عبد العزيز محمد بوليلة وتحت إشراف الدكتور عوض هاشم، حيث شكل هذا المعرض حلقة وصل بين مقرري إنتاج الأخبار للراديو الأول ومقرر التدريب العملي الذي يختم به طلبة الإذاعة والتلفزيون مسيرتهم الدراسية. هذا المعرض هو مباراة إعلامية بين طلاب الراديو والتلفزيون في فن إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والقوالب الفنية ممثلة فيها. هناك أيضا استخراج للمواهب والقدرات الفنية الإبداعية لدى طلابنا، والحقيقة ده المعرض الأول، وإن شاء الله يكون في معارض أخرى قادمة إن شاء الله. طبعا أنا مشاركة في برنامج وثائقي عن البحرين نتكلم عن عادات القديمة في البحرين، واخترت تحديدا الحيابية. اسم برنامجي من الذاكرة، يركز على عاداتنا القديمة في البحرين وشلون الحيابية كانت قبل وشلون الحين وشلون الأشياء اللي تغيرت بين الجيلين. نشكر
الدكتور عوض هاشم لأن أتاح لنا هاي الفرصة، سواء في عرض مشروعات الطلبة، سواء من الطلبة اللي الحين يعني ما زالوا مبتدئين في مجال الإعلام، وصولا إلى الطلبة اللي على وشك التخرج، اللي يعطي فرصة تعليمية للطلبة اللي في السنة الأولى وفرصة تكريمية للطلبة اللي هم خلاص على وشك التخرج أو اللي يأخذون مقرر للتريننج. بالطبع نفس هاي الفعاليات تكون فرصة للمسؤولين إن يطلعون على أعمال الطلبة ويشوفون المستوى اللي وصلوا له والمشروعات اللي قدروا يحققونهم كأعمال فردية. يذكر أن هذا المعرض عرض نحو 14 عملاً إذاعياً وتلفزيونياً، ويأتي ليؤكد على جهود طلبة الإذاعة والتلفزيون في إنتاج مشاريع ترقى للعرض والنشر من قبل الجامعة، كما تجدر الإشارة إلى أنه خصصت جوائز لأفضل الأعمال، كما تم تكريم الطلبة المشاركين والمشرفين على التدريب العملي. برنامج جزيل هو أحد أهم المنصات المجتمعية الرقمية، والذي أعلن بيت التمويل الكويتي عن انطلاقه، والذي سيساهم بفتح الحسابات المصرفية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. سعيدين بهذا بإطلاق هذا المشروع، لأن هذا يأتي في سياق السياسة اللي تبعها المصرف البحرين المركزي في تشجيع تقنيات التكنولوجيا المالية، واللي أهم فيها شيء إنه هو يسهل من تقديم الخدمة إلى الزبائن ويخفض التكاليف وبفعالية أكبر. إحنا من أكثر من سنة مشينا في برنامج لتشجيع وتحفيز البنوك في البحرين على الدخول في هذا المجال الجديد، اللي إن شاء الله بيقدم لزبائن البنوك تقنيات حديثة ومنتجات جديدة عصرية تواكب التطورات العالمية اللي تشهدها صناعة المصرفية. وتماشياً مع استراتيجية التكنولوجيا المالية فاينتاتش، سيقدم جزيل للعملاء في البحرين ومن ثم دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية فتح حساب توفير قائم على مبدأ المضاربة وحساب بشارة، مع تفعيل خدمات أخرى عبر التطبيق. وجزيل منصة مصرفية رقمية، راح ننزل عليها خدمات المصرفية تتابعا إن شاء الله، وبشكل يعني إن شاء الله يرضي عملائنا وزبائننا. اللي نزلناه اليوم من خلال تحميل أبليكيشن جزيل، ممكن فتح حساب عن بعد دون المجيء إلى المصرف، دون المجيء إلى بيت التمويل. كل الأمور يعني من خلال التكنولوجيا المتقدمة، حتى تأكد من هوية الزبون، تأكد من أن جوازه بطاقة سكانية، وأنه هو نفس الشخص من خلال المحادثة من خلال الفيديو. كل هذه يتم خلال فترة ما تتجاوز 5-7 دقائق على أكثر تقدير. جزيل يتيح خدمات المصرف إلى كافة العملاء، سواء كانوا عملاء البنك الحاليين أو عملاء جدد، ويقدم مفهوم جديد للصيرفة، والذي يعني يعطي معنى آخر للعميل عن طريق برامج احنا طبعا شغالين عليها وراح تتقدم خلال الأشهر القادمة. جزيل منصة خدماتية مصرفية رقمية بشكل كلي، والبرنامج الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، كما سيكون المنصة الأولى المعنية بالخدمات المصرفية الاجتماعية بمملكة البحرين، من خلال إتاحته لمستخدميه المساهمة الفاعلة للمجتمع بمجرد فتح حساباتهم الخاصة. كما كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان، تطلق الجمعيات الخيرية فعالياتها ابتداءً بحصر عدد الأسر المحتاجة، تمهيداً لتوزيع التبرعات والمساعدات من مؤن غذائية وكوبونات، وانتهاءً بالاستعداد لتوزيع كسوة العيد وزكاة الفطر. والله احنا الحمد لله رب العالمين، فاحنا استعدينا في رمضان، قبل رمضان إن شاء الله بتوزيعات
المواد الغذائية حق الأسر المتعففة والأسر الفقيرة، نعطيهم مثل السلة الرمضانية، مثلا في وسط رمضان نعطيهم الكوبون، في نعطيهم حق العيد، وتينا تبرعات بعد من برع. بعد عندنا زكاة الحين في حق العيد، عندنا زكاة حق العيد، عندنا بعد ملابس، مساعدات إيه الأيتام، أيتام عندنا مساعدات نقدم لهم السلة الرمضانية، ونقدم لهم حق الكسوة العيد، ونقدم لهم حق المدارس. الحمد لله رب العالمين. في رمضان لينية يعني مثل تقول كل واحد يجدد النية حق رمضان، جدد نيته، وأي فرصة يتعلم فيها الكل يتعلم من رمضان. جمعية النور تستحق كل الشكر وتقدير. جمعية النور للبر تساعد الأسر المحتاجة، كفالة يتيم، عندها طالب العلم، عندها الأسر المحتاجة العلاج، ترميم البيوت. أشوف أن الإقبال على جمعية النور للبر متزايد. العام كان 1000 أسرة نعطيها من كسوة العيد، من زكاة رمضان. السنة وصل ل2000 بالتعاون مع سفارة الإمارات. إن استعدادات الجمعيات في هذا الشهر الفضيل لا تنحصر فقط في توزيع المساعدات أو الدعم المادي، بل تتعداها لتشمل دورات ومحاضرات وشراكة مجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي، تعكس مدى تعاون وتكاتف المجتمع لفعل الخير.